حته لو حاجه هتتكنسل واخده ريسيفد معين، واخده ختم معين بنفس رقمها، يعني امتى نشيل حاجه نحط حاجه تانية مكانها؟ هو قصة ان انت تشيل حاجة وتحط حاجة تانية مكانها ده مرفوض، تمام. لان حضرتك ممكن تخليها كانسل، تديها ختم كانسل برقمها بتاريخها بكل حاجة، هي دوكيمنتس موجودة عندك في وسط الريكورد وهي كانسل، تمام. طب انما لازم، قصة ان انت تشيل رقمها دي وتحط رقمها الدوكيمنتس التانية دي هتعمل لك كونفليكت بعدين، لان وارد ان يكون ناس من ديستريبيوشن ليست اللي راحت لهم الحاجة دي احتفظ بالدوكيمنتس دي عنده بالنمبرنج بتاعه ده، فممكن تطلع لك بعد كام، بعد فترة طويلة، الدوكيومنتس دي بالنمبرنج القديم بتاعها، هتعمل لك انت تمام مشكلة، فاهمني؟ تمام